بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم، ونواصل وبالله التوفيق حديثنا عن الاستعداد ليوم الرحيل. وقد رأينا في حلقتنا الفارطة أهوال الحشر والبعث والنشر، ونرى اليوم أهوال الميزان وكيف أن الصحف تتطاير وأن الميزان دقيق شديد الدقة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل يعني اللفت الأبيض، الحبة متاعه البذرة متاعه لا توزن حتى بميزان الذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى يزنها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقف على بابها سائل وهي تأكل عنبا، لم يبقى معها إلا حبة واحدة فأعطته إياها، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تتصدقين بحبة عنب؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: زنوا كم فيها من ذرة ثم حاسبوني. قديش فيها من ذرة حبة العنب هذه؟ ميزان الله يزن بالذرة، الميزان دقيق جدا، فعلينا أن لا نكون مفلسين يوم القيامة. عجب، وثم الناس مش يجي مفلسة يوم القيامة؟ ينعم، ثم الناس مش يجي مفلسة. كيفاش؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الصحابة: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا كما نجاوبوا احنا، حال واحد يسألنا شكون الفالس، ولماذا سمي المفلس مفلسا؟ لأن ماله لم يعد دراهم فضية أو دنانير ذهبية، ولت فلوسا يعني قصدير أو ألمنيوم أو غير ذلك، هذا مفلس. في يوم القيامة مش هذا هو المفلس. الصحابة جاوبوا كما جاوبنا احنا، قالوا: المفلس منا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار ولا متاع عنده. فصحح صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وقال لهم: إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم، ولكن جاء وقد شتم هذا. رد بالك من لسانك، ما تسبش به العباد يهديك، يهديك لسانك سبوعك، إن قيدته حرسك وإن أطلقته افترسك. اسمع أكثر من اللي تتكلم، وشوف المولى سبحانه وتعالى علاش عمل لك زوزة وذان وفنبرك باش تسمع أكثر من اللي تتكلم، ولسانك ما خلوهش سايب، وقفوا بحاجزين صفين من فوق ومن لوطة سنان وشفتين، بس قبل ما تتكلم الكلمة توزنها. جاء وقد شتم هذا واعتدى على أرض هذا وافتك مال هذا وسفك دم هذا، ايش يصير وقتها؟ تؤخذ من حسناته وتعطى لطالبيه حتى إذا انتهت أو نفدت
حسناته أخذت من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. ثالث ما قلنا في حلقة سابقة أن العملة الصعبة في الآخرة هي الحسنات. عندك كمية كبيرة من الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى ميزانك سترجح كفة حسناته، وإلا والعياذ بالله الشيء الآخر نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثقل ميزاننا بالحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الهول الموالي وهو المرور على الصراط، الصراط الذي يضرب كما قال صلى الله عليه وسلم على ظهر جهنم وهو فوقها وحوله كلاليب يعني جبدات، والناس يمرون على الصراط كل حسب عمله. ثم نمر بعد هذا الهول العظيم، قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. على شنو واردها؟ على جهنم، يعني بكل الناس كبير وصغير مؤمن وكافر نبي وغير نبي كلنا سنمر فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر واجب بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعد شتمة بعد ما نتعدي والناس يقول لك ثم ننجي الذين اتقوا، تقوى تقوى تذكروها ديما، ثم ننجي فننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا أما مش تفكك التقوى وتعديك من نار جهنم، وإلا سيبقك الجور والظلم والعياذ بالله. ولذلك إياك والظلم، ما تظلمش حتى حد. ربي سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما تظلمش، ما تظلم حتى حد، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعد هالهول هدايا الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منه وأن نمر بسلام، سنرى بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون بإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتواصل بإذن الله بعد فاصل قصير. بعد هول الصراط حفظنا الله سبحانه وتعالى جميعا من هوله، لأن إما أن نمر إلى ما بعد الصراط وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. هو هناك أحاديث تقول إن قبل الحوض هناك ديوان المظالم، يعني الناس يتظالمون هناك ويأخذ كل ذي حق حقه بعد ما تعداوا الناس من هكا الهول متاع الصراط. وجثاء أهل النار في النار عافانا الله سبحانه وتعالى من النار. بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين سيردون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكوثر، هو اللي قال عليه الصلاة والسلام الكؤوس فيه أو أكوابه كالنجوم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي سيسقي المؤمنين فردا فردا، مع العلم أن هناك بعض الآثار تقول أن هناك من سيسقيه أبونا آدم، وهناك من سيسقيه سيدنا نوح، وهناك من سيسقيه سيدنا إبراهيم، وهناك من سيسقيه سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وأغلب الناس يسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يمد إليه الكأس ولا يرى من سقاه، فإذا به الله سبحانه وتعالى هو الذي سقاه. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم آمين. مع العلم أيها الأخوة الكرام، ما قلنا لابد من الخوف والرجاء، راه ثم ناس يوم القيامة مؤمنين مسلمين ويجيوا ليردوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردهم الملائكة. عجب. نعم، وحتى رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعجب من ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام: أولئك من أمتي، علاش رديتهم؟ تذروا اسم محمد وصالح وعبد العزيز ومحمود وعائشة وفاطمة، لماذا؟ لماذا أبعدوا ولم يسمح لهم بأن يردوا الحوض؟ فيجيب الله سبحانه وتعالى: يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يعني ما تعرفش انت ايش عملوا بعدك بمت انت من أعمال سيئة ومن تناحر وتضارب وتكالب وتباغض، كل هذه تمنع أصحابها من أن يردوا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوش السيدنا ايش يقول؟ يقول: سحقا 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 سحقا، يعني بعدا بعدا. يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب، ذلك الموقف الذي مروا قبله من أهوال عظيمة وظنوا أنهم سيتمكنون من شربة من يد رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يبعدون عنها والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم أحدثوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نستعد وأن نمنع أنفسنا من أن نكون من هؤلاء برحمة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بأن نوطن أنفسنا على أن نحسن علاقتنا فيما بيننا، على أن نحب بعضنا البعض، خاصة في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك اللي ربي سبحانه وتعالى خلهن فرصة للتحابب. تعرفوش أيها الأخوة الكرام أن الشهر هذايا هو مدعاة إلى وحدة الأمة. رمضان هو الشهر الوحيد اللي تتلم فيه العائلة في المغرب، والكليكة الديار الكليكة تتلم حول مائدة الإفطار، وتجم تحلف ويمينك صادق أن في بلاد كبلادنا تونس تبدأ من أقصى شمالها من بنزرت إلى أقصى جنوبها في برج الخضرة، كلهم في مجال ربع ساعة كلهم حول مائدة الإفطار. وهذا ما كانش يتوجد قبل رمضان، ولكنه يوجد في رمضان. فرمضان يوحدنا، يقربنا من بعضنا البعض، نغتنم الفرصة. إذا كان عندنا شحناء على أخويا ولا بغض، ننزع من قلبي البغض والشحناء، لأن ربي سبحانه وتعالى كينزل رحماته على الخلق كل يوم يستثني منها المتشاحنين. وش يقول للملائكة؟ انظر هذين حتى يصالحا، استناهم حتى يتصالحوا باش تشملهم الرحمة. هذا رمضان يلزمنا نغتنموه، مش نتعاركوا من أول يوم في رمضان ونتناحروا ونتباغضوا. الأمة التو مازلنا ما توحدناش حتى في تحديد هلال رمضان وهلال العيد، وهذا رغم تقدم وسائل الإعلام ووسائل الرصد الفلكي، ما زالت الأمة الإسلامية لم تتوحد في تحديد هلال رمضانها وهلال عيدها. وهذا أمر حقيقة يوجع القلب ويخلينا ننظر لهذه الأمة بعين الرأفة والرحمة. أعطانا ربي سبحانه وتعالى كل شيء وحدنا، فنحن من أب وأم
اب واحد وام واحده. وبعثنا ربي سبحانه وتعالى رسول اللي هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فرسولنا واحد وكتابنا واحد وامامنا في صلاتنا واحده وقبلتنا في صلاتنا واحده، ورغم ذلك فها انت ترى ما عليه الامه الاسلاميه من تناحر وتباغض حتى في اقرب الاقرباء اليه، وهذا امر يخيفنا يوم القيامة، لأنه قد يمنع بعضنا من الورود على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يردون عليه صلى الله عليه وسلم في حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.